أكثر من 100 مليار، لأنه إلى عام 18 كانت 136 تريليون. أنا أتوقع الرقم يزيد عن 160 تريليون السلف من عام 2004 إلى عام 23. طبعا مو صحيح، يعني أنا أعتقد أنه هذه واحدة من الجرائم المالية لشرعنة الفساد. هذه السلف قدمت إلى الوزارات ويفترض أنه إطفاء هذه السلف. أنا ما أتوقع أنه وزارة أخذت سلفة من 2004 إلى 10 إلى 12 إلى 15 ولم تستطيع إطفائها. ما عندنا غير مجال، يعني إن أنفقت في مجالها معناتها هناك وصولات ممكن إطفائها، وإن لم تنفق معناها ذهبت إلى جيب الفساد. العقود، المبالغ اللي تمنح للوزارات من 2004 إلى تسوية. شلون؟ شلون أستاذ؟ يفترض المفروض يصير تسويه، مو انفقت في هذه المشاريع. المفروض تسويه ويفترض عدم الموافقه نهائيا على هذه الماده. طبعا البرلمانات سابقا من ال 16 وال 17 واشار اعتقد حتى من ال 12 كانوا دائما من تاتي هذه النص من الحكومه. عفو عام، هاي قانون عفو عام، يعني من انه انت تسمح لاطفاء هذا قانون عفو عام. خلاص روح اخذ فلوسك وروح. أنا شرعنا للفساد، شرعنا للفساد، لأنه هذه الأموال 70% تقديراتي أنه ذهبت إلى جيوب الفاسدين. 70% مشاريع وهمية، مشاريع متلكئة، أموال تم اختلاسها، تم الاستيلاء عليها. يعني أحمد نتحدث عن أكثر من 160 تريليون، يعني تقريبا بحدود 120-130 مليار دولار. وهذا لوحده موازنة عامة، فماكو خيار المفروض أمام الوزارات أما أنه تأتي بما يثبت أنها أنفقت في مجالاتها أو هي ذهبت إلى جيوب الفاسدين. يعني ما عنده خيار ثالث. طيب. أما أن تطفئ فأنا أعتقد أنه هذا هدر لأموال العامة. أستاذ عبد الرحمن، إيش قد نسبة العجل؟